السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم بهاء. هنتكلم النهاردة عن موضوع ألا وهو منصة سولانا. يعني إيه بقى منصة سولانا؟ طبعا منصة سولانا من المنصات اللي لسه جديدة أو اللي حاليا أثبتت جدارة جدا في مجال الديسنتراليز أبليكيشن، أو في إن هي أصلا نتورك، بلوك تشين نتورك. زي ما إحنا عارفين إن في كذا نتورك، بلوك تشين نتورك، زي البيتكوين دي من اشهرهم واولهم، زي الايثيريوم دي تقليها، زي الكاردانو، زي عندك الريبل، عندك حاليا بقت منصه سولانا موجوده. طيب يعني ايه منصه؟ او سوري، نتورك، شبكه. من الاخر كانك بالظبط عندك سيستم ويندوز محطوط على جهاز بس. فاحنا طبعا بما ان البرامج على الجهاز ده فهي شغاله بويندوز، حاليا الويندوز هو سولانا مثلا. طبعا انت عايز تعرف يعني ايه النتورك اصلا عموما وبتعمل ايه وكده، هتلاقي فيديوهات موجوده في القناه عن البلوك تشين من الصفر عموما يعني. تمام. فالمهم خلونا نبص، طبعا ده موقع كوين ماركت كاب، بتلاقوا فيه اسعار العملات الرقميه، لان كل منصه او كل مشروع موجود فله عمله هي بتعبر عن المشروع. تمام. فلو جينا نبص النهارده هنلاقي هي موجوده في رقم 7، هي سولانا المنصه دي. دي كلها منصات عندك برضو. باينانس عندها باينانس نتورك، تمام، والاكس ار بي، دي كلها منصات. فطيب ايه سولانا دي بقى وايه المشاكل اللي حلتها؟ زي ما انتم متعودين، اي منصه او اي حاجه بتطلع جديده او بتبقى تظهر بتبقى المفروض تحل مشاكل من المشكلتين الازليين اللي هيفضلوا في مجال البلوك تشين: تكاليف اقل، سرعه افتح، سرعه في عمل العمليه. يعني العمليه انتوا عارفين البلوك تشين اي حاجه بتحطها فيه فهي دي العمليه، تمام، بتكلف فلوس مش ببلاش، فتكلف اقل حاجه بقى. تمام. انت عندك يعني لو جينا كده نكتب بس عشان برضو الناس، لو جينا نقول بيتكوين نتورك بروسيس نمبر بير سكند، يعني كم عمليه بتتم تقريبا، والله ما اعرف 10 ولا تقريبا واحده في 10 ثواني، في 10 دقائق. خلينا نشوفها كده، نشوف الحاجه هتطلع لنا. بص يا سيدي، البيتكوين بروس حاليا بقول لك، بص بتطلع كام؟ بتطلع نقول 5 عمليات في الثانيه، ماشي. الفيزا في الثانيه بتعمل 1700 عمليه. فطبعا احنا المفروض نوصل للرقم اعلى من ده. طبعا بعد كده جت الايثيريوم تقريبا بتعمل 30 عمليه، والمفروض في ايثيريوم 2 هتطور اكتر. جت دلوقتي عندك بقى سولانا، هنتكلم عن سولانا. تمام. سولانا بتعمل كام عمليه بقى؟ سولانا طبعا عندها عمله اسمها السول. خلينا نبص على فين اهي البرايس بتاعها حاليا الوقت الحالي 143.66 سنت دولار. تمام. طبعا ده الجراف بتاعها، كانت تنزل تطلع وهكذا، فكانت وصلت ل 148 قبل كده. ده عاد برضه كويس، شغالين في ايكو سيستم ده سيركلر سبلاي، اللي هو العرض اللي موجود منها دلوقتي اتقطع. طبعا المكسب والسبلاي مش معروف. التوتال اللي اتعمل لغايه دلوقتي هو 55000، طبعا عددها قليل مش كبير. تمام. 55 مليون تقريبا اتعمل كده 50% منهم يعني، وده المبلغ اللي محطوط فيهم او قيمتهم حاليا. وهكذا. طيب فنروح بقى لسولانا ونبص الموضوع التقني من وجهه نظرنا احنا. تمام ماشي. سولانا دي اول مشكله حلتها، هي شغاله في تقريبا 3 أو 4 حاجات في مجال البلوك تشين. عندك ان هي بتعمل زي البيتكوين، تعمل تحويلات، وما شاء الله وصلت لعدد كام؟ يعني انا لسه محدث العدد ده، العدد ده كان 1000 من دقيقه. العدد ده كان 1000 من دقيقه اهو، كان 1000 ماشي. انا مش عارف هو اتغير ازاي، ممكن يبقى ده تقريبا كان باج بقى. طيب نعمل تاني اهو بقى، بيبقى هو لك من إيه؟ ماشي. شوف ما شاء الله بقى سولانا بتعمل كام عمليه في الثانيه؟ من 1000 عمليه في الثانيه، ال 1600 ال 1800. طبعا المنصه شغاله دلوقتي، البلوك تشين بتاعها عندك تكلفه العمليه 25 من 1000 سنت، يعني مبلغ لا يذكر. في البيتكوين انت ممكن تدفع على العمليه اللي تتم هناك بتاع 10 دولار ماشي. فلا تطور طبعا الفاليديتور نود اللي هم شغالين عليها، لان هم شغالين مش بمبدا البروف اوف ورك او البروف اوف ستيك، ده فاليديتورز نود زي كمبيوترات كده هي اللي بتتحكم في الموضوع. فهم عندهم 1000 وشويه بيقوم بالعمليات دي، ليهم نظام معين بقى. طيب خلينا نبص على سولانا الايكو سيستم بتاعها. اي حاجه انت بتدخلها كشبكه، لو هو مشروع واحد وعنده حاجه واحده، بيبقى يا اما هيعمل ديفاي، هيعمل دابس او سمارت كونتراكت، هيعمل ديفاي اللي هو التحويلات الرقميه وخلافه. لا طب خلينا نبص، لان ده مشروع كبير، يعني ده مشروع بينافس ايثيريوم، ومن يومين زي ما اتكلمت
في يعني اللي مش على التيك توك انا بنزل عليه فيديوهات يوميه في الحاجات دي، تقدر تروحه هتلاقي الموضوع موجود يعني في الوصف. وبرضه قبل ما نبدا، انتوا ليه ما سبسكرايب لايك شاركونا بقى، تمام؟ نروح نبص على الايكو سيستم بتاعه، ايه المشروع او الويندوز بتاع سولانا ده اقدر اعمل عليه ايه؟ كان انا عندي كمبيوتر متسطب عليه سولانا، اقدر اعمل ايه؟ بقول لك يا سيدي تقدر تعمل تطبيقات. بصوا ما شاء الله، يعني خلونا نرجع باك، او لا خلونا ماشي، خلونا نبص كده على المشاريع اللي هم عايزينها. اول حاجه عندك حاجات في الدي ابس، الديسنترال ابلكيشن، الواقع صمم شغل اصلا ان انت تعمل ابلكيشن قائم على تقنيه سولانا اللي هي البلوك تشين. طبعا مره عشان الناس مش عارفه، البرمجه في لغه سولانا بيستخدم الراست، تمام؟ الراست، تمام، مش سوليديتي زي اثيريوم، جميل. وتقدر تعمل دي اف اي اللي هو دي فاينانس، وتقدر تعمل برضه ان اف تيز، وتقدر تعمل جيمز. فتقريبا هي المنافس حاليا الشرس للاثيريوم، والحروب شغاله ما بينهم. طيب خلينا نبص كده على افضل، يعني دي المشاريع اللي هم عاملينها. طبعا في حاجات ما اعرفهاش، انا زي ما كنت منزل تويتر من يومين، البلوك تشين الواحد بيصحى الصبح يلاقي كميه مشاريع ما تعرفش هي جت منين دي، ماشي. خلونا كده اشوف كريبتو وولد دي ومحافظ، دي حاجه خلونا اكيد في حاجات انا عارفها يعني وجربتها، خلونا نشوفها كده. نبص اكيد في لوجوهات كده انا هقابلها دلوقتي، نبدا نشوفها، نشوف لعبه او نشوف، شوفوا ما شاء الله كل دي حاجات، ماشي. عندك برضو من الحاجات اللي هي دي لعبه شكلها هي جيم، خلونا سولانا تبقى اهيت دي ريورد كونتنت فور تويتر. ده تويتر صح، عامل ريوردز حاليا فتقدر تستخدمها بيه. هو خلينا فين اللي استنوا، في اللي هي اوديوس تبعهم. طبعا ناخد بالنا برضو من حاجه، زي ما احنا عارفين ان احنا لما بنروح بلاتينيوم تقريبا هي النت، هي اللي خلينا كده نجيبها ونثبتها مع بعض. سولانا وولت، طبعا احنا عارفين ان البلوك تشين ليها فينوم ولا فانتوم، هي فانتوم دي. تمام، فانتوم دي هي البلوك، هي الولت بتاعت زي ما في ميتا ماسك مثلا دي بتاعت الايثيريوم. فانت عندك دلوقتي السولانا عندك ايه الولت دي، خلينا نعملها سيت اب مع بعض، تمام. اسمها فانتوم، تمام، دي زيها زي الحاجات الطبيعيه. طبعا مش هعمل لها سيت اب عشان هيبقى هيظهر كريت نيو وولت، تمام. بتبدا دي كلمات انا عايزها فمش هستخدمها، فتقدر تكريت وولت زيها زي دي، بتبقى اكستنشن موجود انا بعملها بعد الفيديو يعني. فهي دي اللي انت بتعملها عشان تكونكت مع ايه، مع اي حاجه لها علاقه بسولان، تمام. فهمت؟ طبعا هتلاقونا ان شاء الله حاطط كل الروابط دي في الديسكربشن. عندك بقى من الحاجات اللي انا كنت ليها اوديوس ممكن، خلينا نبص وخلينا نطلع فوق وفلتر احسن، ماشي. عندك اب، لا فيه اللي هي هاي هات جيم، لسه ما فيش جيم، هو عارف ايه هم في ايه، ماشي انا عارف. انت خلينا نبص على الانترفيس، هو النت اللي بطيء ولا عشان انا مشيك، ماشي اهي. ده اللي هي ده انا كده دلوقتي على الانترفيس، في دي حاجات خاصة ببيع ال NFT عموما يعني. خلونا نبص لكم مثلا على اودياس ده، خلونا اودياس ده اللي هو زي ميديا بلاير، ده شغال بيه، دي كلها مشاريع شغالة بيها، ماشي. انا مش عارف هي فين الحاجات اللي انا متهيألي ان انا اللغات غايبة ولا ايه، حاجات كتيرة برضه 300 ايكو سيستم فوند جيم. خلونا نبص كده في حاجات اس دي كي، انا مش عارف دول شيء، دول هو بيقول لك لو في حاجه متكرره بدول، ماشي. فخلونا نفتح مثلا ده وان سول، ده انوفيشن كروس تشين دي فاي، ماشي. تقدر تشوف اهوت ده الويب سايت بتاعه، خلينا نشوفه. ده لونش اب، تقدر تشوف العمليات بتاعته. سواب دي حاجه بتعمل تحويلات، منصه تعاملات، تمام، قائمه على سولانا. لانش اب طبعا هيقول لك لازم اكون مثبت اهي، ده زي يعني سواب كده، تعمل تحويل مثلا واحد سولانا، تمام، دي مثلا او بيتكوين،
عمالة بتعمل تحويل. بصوا برضو عشان ايه الناس تبقى عارفة، بيبقى في رسوم، ودي اللي كود اللي متاحة زي يونس واب اللي موجود على ايثيريوم، تمام؟ ف دلوقتي كل الشركات المشروعات اللي ناجحة على منصة ما بتعمل منها نسخة. انا وجهة نظري في الموضوع بتاع الكمية اللي. طبعا كل واحد له معاييره، بس لازم هيتفضل واحدة او اتنين هو اللي هنعتمد عليه، لان بصراحة كمية نتورك رهيبة. شايف يعني مثلا مش نتورك، كان زمان في سيريوم وبيتكوين، فتمام البيتكوين اصلا بيعمل مشروع واحد، وكان الايثيريوم بيعمل هو كل الطبقات التانيه بقى، الديسنترايز ابلكيشن اللي هي السمارت كونتراكت وخلافه، كل الابلكيشنات التانيه. فخلاص يعني بنستخدم ده وده، ده في حاجه معينه وده في حاجه، ده طلعت منصات تانيه عشان تسرع، ماشي؟ وزي ما انتم شايفين، زي ما شفنا في شوف كميه الابلكيشن اللي موجوده، ماشي؟ طبعا انا مش عارف لو انا بحثت هنا، بس هو اصلا انا هبحث على سولانا ليه؟ ما انا بحث هنا على سولانا، هو جايب لي فين البتاع نفسه كله بتاع عشان نجيب الابلكيشنات نفسها. في اللي هو خلينا نجيب لكم اودياس اللي انت قلت عليه ده، سولانا اوديوس تقريبا، ولا اودياكس مش عارف، هو هيجيب لنا. استنى خلينا نفتح اللعبة. خلينا نجيب اهوت ايكو سيستم. في ايه؟ اهي اوديس موجود هنا، اللي مش واضح من اللوجو دي، مش عارف من اللوجو. خلينا نفتحها. دي اوديس، دي يا سيدي زي ساوند كلاود كده، الناس ترفع عليها ميديا وخلافه، وتقدر تشتري من عليها ميوزك، وتقدر يعني تبيع عليها ميديا وتجيب منها ميديا، وكلها مربوطه برضه بالبلوك تشين على سولانا، تقدر تتابعها وتشوفها، يعني حاجه جميله. خلينا نروح ل هو فين؟ فين ال ساند؟ عايز الرابط يا جدعان. طب وليه؟ نعمل كده، هيودينا الموقع بتاعه اوديس. مشروع كويس يعني، مشروع كموقع ناس كتير بتدفع عليه. طبعا عشان اكونكت معاها تقدر تسجل بشكل عادي، او تقدر ايه تقدر تعمل تبقى منزل فانتوم وتذكر عليه، ماشي؟ هو بيقول لك فريدم تو شير، الحاجه مش تبع اي حد. ودي حاجات هو حاططها في لافه، وتقدر تشوف المشروع يعني. ده انا شخصيا بشوف مجال ال NFT او الميديا عموما ليها مكان لسه ما اتملاش في ان الناس تسيطر على موضوع الكاميرات. نقدر نبص كده على الموقع ده نشوفه. انا عندي هنا عايز اشوف هو، ايوه سيبنا بقى ان شاء الله الموقع ده موقع عليه عدد لا باس به، موقع كبير. عندك شهريا تقريبا مليون زياره من امريكا، من كندا، من انجلترا، كندا، البرازيل وخلافه. ففي مشاريع يعني، انا شايف ان فعلا سولانا هو حصل عليها هجوم من يومين، زي اتاك كده، مش اتاك تهكير، لا، دخل في فتره من الفترات في الثانيه الواحده، دخل تقريبا 50,000 عمليه في الثانيه، فحصل حاجه كده فوقفوا فاشتغلوا. يعني بلاش ندخل في تفاصيل، ممكن نعملها فيديو واحده، ماشي؟ وطبعا ناس تشوف ان السيريم هي اللي عملت الهاك ده، فهيحصل حروب ما بين المنصات اللي بقت كتيره، وخصوصا المنصات اللي هتبقى زي ايثيريوم، لان ايثيريوم مش هتتنازل عن مكانها بسهوله، تمام؟ انما لو طلعت منصه زي اكس ار بي او كاردانو، وهي بتعمل مثلا دي فاي بس، شغاله على كم مجال واحد، انما انت داخل دلوقتي على سولانا اللي هي هوب كده مع ايه؟ مع الايثيريوم. فالناس كلها يعني هنشوف بقى ايه اللي هيحصل في الفتره الجايه. المجال ده بيتعامل فيه تكنولوجي بشكل رهيب. ده كان بس اللي هو ايه رايي، حاولت ان انا انبه الناس على حاجه طالعه. وعلى فكره سولانا بيتطلب عليها دلوقتي، لو فتحنا اب وورك بيبقى بينطلب بيها شغل. ندخل انا اصلا ما افتحش البتاع عشان اتفرج اشوف الوظائف. ماشي خلاص، لو كتبت هنا سولانا، بصوا ده سولانا ده لسه نازله من ساعه اهي. واحد عايز سولانا ده في ال NFT، هو عايزك، هو عامل كذا حاجه، وعايز ناس عايز تعمل له زي سيستم يرفعه مره واحده ويحصل الفيزو في الاخر. طبعا تديله اقل فيز موجود، زيها زي مشاريع كتير قوي موجوده في الايثيريوم يعني.
يعني. ودي برضو ما شاء الله داب عايز يعمل داب على سولانا طبعا بالراست، اللي زي ما قلت لكم ان سولانا شغاله بالراست، لغه راست من اللغات القويه جدا، زيها زي جو زي سي بلس بلس زي الحاجات دي من اللغات الكتيره. طبعا لازم يبقى عندك سولانا وراست ويب 3 وولت وفيلا يعني عشان تشتغل بيه وام في في بي، وعنده كذا حاجه في الفرونت برضو زي ما هتلاقوا الدورات اللي احنا بنعملها وموجوده موجوده. وفعلا الوظيفه على فكره شباب في مجال البلوك تشين العظيم وظيفة كتيرة جدا جدا موجودة ومش لاقي حد، يعني محتاج انت هتقعد بتاع 6 شهور كده تاخد الدبلومات اللي موجودة سواء عربي سواء انجلش. وان شاء الله تظبطونا بنعمل حاجات قوية بتتجهز دلوقتي هتطلع كلها مرة واحدة، ساعات تسجيلية لحاجات كتيرة دعواتكم. يا رب عشان ما اطولش عليكم يا رب الموضوع يكون عرفت اوصل شوية اهمية المنصة الجديدة اللي هتيجي، الله اعلم شهر او شهرين اللي هيحصل فيها، فخلونا ننتظر ونشوف. ولو حد عنده استفسار سيبهولي، عايزكم كده تقولوا لي ايه المنصه اللي هتقدر تزحزح ايثيريوم عن مكانها شويه. جاوبوا لي السؤال ده في الكومنتات. انتظرونا في المحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.